يكون خير. انا لابس طاقيه وزعبوط وزعبوط تاني وماشي ملثم لان قبل ما اخرج شفت درجه الحراره كانت 11 وبصراحه الجو ساقع قوي، ولكن بصراحه يعني احنا نقدر نستحمل سقعه الدنيا او بروده الدنيا، ولكن ما نقدرش نستحمل نار الاخره عاذنا الله واياكم. فدي رساله ليك لو انت بتشوف الفيديو ده دلوقتي ومش بتصلي الفجر في المسجد او مش بتصلي الفجر في وقته، فقوم لان العاقبه مش هتكون حلوه لو انت مش بتصلي. وخلي بالك برضو ان الجزاء الجنه، والجنه تستاهل قوي، الجنه تستاهل ان انت تتعب لها طول عمرك. يعني مش هقول لك تتعب لها نص ساعه ان انت رايح تصلي وراجع من الصلاه بس، لا يعني انت الجنه تستاهل ان انت تتعب عمرك كله. فدي رساله ليك يا صاحبي يلا تحت البطانيه يا مفخداتي وما بتصليش روح صلي. واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وكن رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ويوم يعرض الذين كفروا على النار اليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. فاصبر كما صبر السلام عليكم. اهلا وسهلا، بما اني لسه جاي من صلاه الفجر حالا فخليني اشارك معكم سنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا احنا في ركعتين سنه بنصليهم في البيت قبل ما نروح نصلي الفجر في المسجد. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان بيقرا في اول ركعه بعد الفاتحه قل يا ايها الكافرون، وفي الركعه الثانيه قل هو الله احد. وسنه سهله وبسيطه جدا يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم. يلا بينا نعمل مشروب دافي. وانا بقرا دلوقتي في اذكار الصباح لفت نظري حديث النبي صلى الله عليه وسلم ده بيقول لك عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم 100 مره كانت له عدل 10 رقاب وكتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. ده ورد في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم. فسهل جدا يعني لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة تاخد الأجر ده كله. يعني زي ما قلنا في الاول خالص ان الواحد بيدور ان هو ايمانه يكتمل كويس كويس. فمن من المنطقي جدا ان انت التصديق بربنا سبحانه وتعالى بيقتضي ان انت تبقى معتمد عليه وما تبقاش خايف غير منه صح كويس. فانت لما تكذب لو حد زنقك في حاجه او انت متعود على كده فده ضمنا معناه ان انت خايف من حاجه تانية غير ربنا سبحانه وتعالى، مش واثق في ربنا كفايه، مش مؤمن بيه كفايه. عارف انا بحب دايما اخش في المعاني دي عشان نكبر الموضوع ون ايه نرجع تاني لحته ان الكذب يهدي الى ماشي عارف.
هو اتفضل شم ريحتها. السلام، دي العود اللي احنا كنا شارينه. اه ما شاء الله. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. السلام عليكم. يا اهلا وسهلا، مساء الخير. من فتره قريبه، مش فاكر قد ايه بالظبط، ممكن اسبوعين 3 اسابيع، كنت قرات بوست كتبته دكتوره نهى زهره. وبمناسبه ذكر دكتوره نهى زهره، لو انت ما تعرفش مين دكتوره نهى زهره فانت فايتك كتير قوي. دكتوره نهى من اكتر الناس اللي ليها تاثير كبير جدا في شخصيتي، فارجح وبشده ان انتوا تتابعوها. والبوست اللي انا قراته فكرني بفتره اعدادي مثلا. البوست ده لو كان حد قال لي الكلام اللي فيه او المعلومات اللي فيه كان وفر عليا حاجات كتير قوي ساعتها. فحبيت اشارك معاكم البوست ده لان حقيقي هيفرق معاك جدا جدا. الدكتوره بتقول في اغلب الاحيان هو ده الحل، مش هنقدر نغير الناس اللي حوالينا، ده مبدا احنا متفقين عليه طبعا، ولكن نقدر نغير المتوقع منهم ونقلله. نقدر نغير الوقت والجهد الكتير المبذول في اللاشيء معاهم ونقلله. نقدر نحول تركيزنا عنهم ونركز على حاجة تانية أفيد. أو مش هنبطل تركيز معاهم بس هنقلله. نقدر نمارس سياسة التقبل وخد صاحبك على عيبه. ده مش هيخفي العيب لكن هيقلله. الناس اللي حوالينا مش حتة صلصال بنحاول نشكل فيها زي ما احنا عاوزين ومحتاجين، دول بني أدمين. حتى لو في ناس حوالينا اتغيروا للأحسن، فالتغيير ده حصل علشان هم مستعدين ليه وبيتغيروا زي ما هم عاوزين ومحتاجين، مش التغيير اللي أنا بلزمهم بيه. الدكتورة بتقول عارفة إنها حقيقة مرة لكن مفيش غيرها. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وإن كان لازم تغيير فتطويع وتغيير نفسك أولى. تطويع وتغيير نفسك أولى. ربنا يجعلني وإياكم من المهتدين. ده كان كلام الدكتورة، ربنا يبارك لها. فببساطة نقدر نطبق الكلام ده بدل إهدار الوقت والجهد في اللاشيء، لأن ببساطة إحنا مش هنقدر نغير الناس. كل الفكرة إن إحنا نحاول نتأقلم، نحاول نتعامل، نحاول نقلل الوقت والجهد اللي إحنا بنبذله في شيء غير مفيد، ونحط الوقت والجهد ده في شيء مفيد لينا، بحيث إن إحنا نكون بنتعامل بطريقة ترضي ربنا سبحانه وتعالى وترضي الناس اللي احنا بنتعامل معاهم. ما نكونش بنضايقهم او بنزعلهم او بنقصر معاهم علشان احنا عاوزينهم يتغيروا، لا. شيل فكرة التغيير من دماغك وتعامل على رأي الدكتورة بخد صاحبك على عيبه. ببساطة هتلاقي الدنيا بقت اسهل كتير كتير جدا يعني. وبس ده اللي كان نفسي اقوله.
السلام عليكم. اهلا يا رفاق، حبيت اقول لكم ان الفيديو بتاع النهارده اتصور على اكتر من يوم، ما اتصورش في يوم واحد لان للاسف انا الفتره الاخيره مشغول شويتين. اللهم لك الحمد، هو الانشغال نعمه ولكن زياده شويه الفتره الاخيره بسبب امتحاناتي وبعض الحاجات التانيه جنب الامتحانات. انا تقريبا بقالي كتير بامتحن، يعني انا من اول الميد ترم الاول انا بيبقى عندي 2 ميد ترم وبعد كده فاينل عملي وفاينل نظري. انا من اول الميد ترم الاول وانا مخلص ما خلصتش امتحانات، تقريبا كل اسبوع امتحانات، وانا دلوقتي بامتحن الفاينل عملي. يعني ما علينا من صوت الكلاب اللي في الباك جراوند ده، فاضل عندي مادتين فاينل عملي بعد بكره وبعدين بقى ابدا الفاينل نظري. فبعتذر عن تنزيل الفيديو، ولكن زي ما قلت لكم الموضوع مش في ايدي. وبمناسبه جو الامتحانات اللي احنا فيه، حبيت افكركم وافكر نفسي ان احنا نعمل اللي علينا ونجتهد وما نشغلش بالنا بالباقي. نجاحنا وتوفيقنا مش باجتهادنا، هو بس توفيق من ربنا. ده المبدأ بتاعي اللي انا ماشي بيه. فزي ما بقول لكم اجتهدوا واعملوا اللي عليكم وتفائلوا تفائلوا تفائلوا جدا جدا، يعني ما تحسبهاش بحسابات الدنيا اللي هو انا عملت واحد واثنين وثلاثة فالمفروض اخد الجزاء على واحد واثنين وثلاثة. لا، الحسبة ما بتكونش كده تماما تماما. خليك طماع في كرم ربنا لان ربنا كريم كريم جدا جدا. يعني اعمل اللي عليك مش اكتر وسيب الباقي على ربنا بقى، كن متفائل بيه. ربنا سبحانه وتعالى بيقول انا عند حسن ظن عبدي بي، فانت تفائل واحسن الظن بالله سبحانه وتعالى وربنا هيكرمك باللي نفسك فيه واكتر كمان. وتاكد يقينا ان اللي ربنا سبحانه وتعالى بيختاره لك هو ده الاحسن ليك ايا كان اللي انت عاوزه او غيره. وبس كده، لو وصلت لحد هنا من الفيديو فشكرا لكم جدا، شكرا على وقتكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتسيب كومنت طبعا، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. ونسيت، ما تنسوش تدعوا لأهلنا في غزة. السلام عليكم.